مشاهدي متابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، هنا من داخل استاد السويس الجديد وانتهاء مباراة النادي الاهلي امام نادي الداخلية بتفوق الاهلي بربعية مقابل هدف لفريق الداخلية. كابتن شوبير ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس من داخل الاستاد، يسعدنا يكون معي مان اوف ذا ماتش او رجل المباراة من النادي الاهلي كريم فؤاد. بنقول لك النهاردة مبروك على الهدفين ومبروك على الجائزة طبعا بعد اداء راقي النهاردة. الكل اشاد بكريم، الكل النهاردة اشاد بتقدم وازدياد مستوى كريم فؤاد في المباراة السابقة، والنهاردة بيتوج احسن لاعب في هذا. الله يبارك في حضرتك. يعني برحب بكابتن شوبير. والله الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، احنا تعبنا وبنتمرن كويس واللعيبه كلها كانت رجاله الحمد لله، وكلنا بنتعب وكلنا بنشتغل وبنحاول على قد ما نقدر ننفذ الشغل اللي بيطلبه مننا الكوتش، والحمد لله يعني ربنا بيكرمنا وفوز مستحق يعني الحمد لله. كريم جميل الاهلي وكل المتابعين طبعا عايزين يسالوا ايه السر ولا تالق كريم فؤاد في مباريات والنهارده بيسجل هدفين، عايزين نعرف ايه السر. لا والله هو ما فيش سر، هو السر في انك تتعب وتجتهد وربنا بيكرمك بس، يعني انت طول ما انت بتسعى وبتجتهد ربنا هيديك، وعلى قد ما بتشتغل على قد ما ربنا هيديك. فالواحد الحمد لله بيتعب وبيجتهد وربنا يعني دي الحمد لله كرم من عند ربنا، يعني هو الواحد بيسعى بس وربنا هو اللي بيكرم بجد. مارسيل كولر قال لك ايه بعد المباراه؟ عندي تغيير. لا هو بيحييني يعني وبيقول لي مبروك وتستحق وبس، يعني عاوز احسن واكتر واكتر الفتره الجايه يعني. بس كريم فؤاد شايف بعد التألق دوت يستحق فرصه الانضمام لمنتخب مصر الفتره الجايه وجوه موجود مع منتخبه ويشارك باساسي؟ والله هو طبعا الانضمام للمنتخب حلم لاي حد وطموح موجود يعني، ودي حاجه بتاعت الجهاز الفني وبتاعت الكوتش ودي وجهات نظر، هو شايف استحق انضم تمام، ما استحقش اشتغل اكتر وادوس اكتر، فده كده قراره وكده كده ده طموح عندي يعني، فالطموح شغال عليه والحمد لله يعني ربنا يكرم في اي حاجه هتحصل، انا كده الحمد لله مؤمن وراضي بيها يعني. فؤاد عايز يقول ايه اللعيب اللي جماهير النادي الاهلي بتدعمه وبتسانده بشكل كبير جدا في المباراه السابقه ومباراه اليوم وبعد الاداء المتميز والمثالي منه؟ اقول لهم مبروك على المكسب ومبروك على البطوله اللي فاتت، وان شاء الله احنا هنحاول على قد ما نقدر نحاول نساعدهم كل ماتش ونحاول نهديهم ان شاء الله كل بطوله هنقدر ان احنا ناخدها، ونحاول يعني ان احنا نساعدهم طول الوقت يعني. كريم بالتوفيق ليك ومبروك الفوز النهارده. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، شكرا. مشاهدي متابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، الكابتن شوبير ده كان لقاء مع كريم فؤاد لاعب النادي الاهلي والفائز بلقب مان اوف ذا ماتش لهذه المباراه. انا عوده لك ومشاهدي متابعي قنوات اون تايم سبورتس، اتفضل.